إذن أعزائي المشاهدين، نظمت جامعة حمد بن خليفة معرض الأول للمقتنيات القديمة والتراثية الذي اصطحب زواره في رحلة بالعودة للماضي، حيث تعود بعض المقتنيات القديمة لأكثر من قرن من الزمن. نعم، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد كمال ناجي محمد، جامع المقتنيات في معرض الأول. حياك الله يا ناجي، سعداء بتواجدك معنا، ونقول الله يعطيك العافية على هذه المقتنيات الثمينة. فيك أستاذ، على أول شيء أحب أشكر قناتكم الفضائية المميزة. الله يسلمك. الله يسلمك. أتشرف يعني بعمل هذا اللقاء معكم. الله يسلمك. الله يحييك. نعم. كمال، ودي في البداية لو نعطي مشاهدينا نبذة عن هذه المقتنيات اللي موجودة عندك. شنو هذا؟ شنو هي هذه الهواية الغريبة؟ نعم. اللي موجودة عندك، يعني كل الكاميرات القديمة جمعتها؟ صحيح، أغلب الكاميرات القديمة هذه طبعا في عندي مجموعة من، أنا مقتنياتي متعددة يعني ما اقتصر. نعم. على مجال مش معين. الكاميرات. كاميرات. نعم. فيديوهات. نعم. تلفزيونات، راديوهات قديمة، كلها قديمة. بالإضافة للكتب والمراجع اللي أعمارها يمكن 200 سنة في بعض الكتب. نعم، الله. عندي بعض الكتب طبعا عشان البرنامج. احنا بنستعرضهم واحدة ورا الثانية ان شاء الله، بس باختصار ان شاء الله بتكلم نبذة عنهم. يعني عندي من أميز المقتنيات او الكاميرات هذه كوداك معروفة. هذه كاميرا كوداك معروفة. هذه كم عمرها؟ هذه عمرها تقريبا من 1909. 1909. نعم، 9. وهذه سموها كوداك اوتوغرافيك. اوتوغرافيك لان فيها مواصفات خاصة، يعني ممكن نشرح عنها بشكل بشكل مبسط. وش المواصفات اللي فيها؟ المواصفات ان الصورة تطلع بحجم كبير نفس البوست كارد، يعني نفس البطاقة البريدية. البريدية تقريبا. نعم. بالإضافة لأن كانت تتكلم عن 100 سنة، يعني الكاميرات هذه 1909 تقريبا. حلو. أمريكية هذه طبعا، اللي اخترعها أو اللي سوى الكاميرا هذه هو جورج إيستمان. جورج إيستمان وسمى شركته كوداك. طبعا الكوداك ما لها معنى. انت لو يعني بحثت عنها ما لها معنى. هو بس لانه قال انا احب حرف الكي، اوكي، احس انه قوي على على كلامه يعني. أوكي. بديتها بالكي ونهيتها بحرف الكي. أوكي. بالاضافه لان كل حروف الكوداك تنطق، لان في اللغه الانجليزيه معروف فيه كلمات تكتب او حروف تكتب ولا تنطق. أوكي. فهو هذا الاساس. وبعدين هو اعتمد في الشركه لما اسس الشركه على فلسفة أو عناصر لنجاح الشركة. من ضمن الفلسفة الشركة أن أنتج بكمية كبيرة وأعمل الدعاية اللازمة، حتى كان يعني من ضمن أشهر دعايته اضغط الزر واترك الباقي علينا. يعني أنت بس عليك مجرد أنك تصور وإحنا نتكفل بتحميض الفيلم وتضييره. في ذاك الوقت كان طبعا التحميض طبعا لازم. نعم. يعني لازم يكون في معمل خاص وشركة خاصة. هذه مش شغالة الحين أخوي. هذه لا، لأن ما فيها فيلم، لكن هي ممكن تشتغل. ممكن. تحتاج صيانة بسيطة. نعم، إذا الفيلم موجود وصيانة بسيطة. نعم. لأن يعني ما فيها إمكانيات كبيرة. طيب هذا الفيلم، هذا يعني الفيلم وين هذا تقريبا تأخذ. شوف الفيلم هنا بهذا الحجم لما تبطلت. نعم، شوفها هاي ساعات. شوف على الكاميرا. نعم. الأفلام القديمة ساعات تنحط. نعم. كانوا يستخدمونها وكذا في الأفلام القديمة. صحيح. بالضبط. صحيح. نعم. خصوصا الأفلام. نعم. المرعبة ساعات يحطون هذه تستخدم، لكن هي تحفة يعني. الفيلم وين يركب؟ الفيلم بهذه الطريقة الله يسلمك، يمتد من هنا لهني. يعني رول. هو ايه الرول طبعا. نعم. طبعا هو الرول القديم. هو عفوا يعني للشركة هذه أو الجورج ايه. إيستمان صاحب. أوكي. الشركة هذا هو له الفضل في تسهيل اختراع الأفلام. حلو. أفلام الرول أول كانت على مواد جافة وعلى نحاس يعني. نعم. فهو كان له الفضل. هذه الميزة عفوا معليش، هذا القلم الخاص عشان تكتب فيه على النيجاتيف بعض البيانات. نعم. كانت ذيك الأيام من 100 سنة يعني من الخارج. كانت ميزة. أنا عجبتني هذه بعد. هذه بولرويد طبعا كانت بس منافسة. هذه كانها شويه حديثه اكثر فيها بعض الصور. حديثه هذه من الستينات. نعم. الستينات. هذه من الستينات ولها طريقه طبعا. هي يا ريت انها بس هذه اي ما شاء الله. هذا يعتبر زوم يعني تدخل تطلع تعتبر زوم. هذه صورة حديثة؟ صورة حديثة هذه اليوم أنا صورت فيها. اليوم؟ هذه في ملتقى الطلاب في جامعة حمد بن خليفة. أي ما شاء الله تبارك الله. هذه صورة واضحة بس تحتاج إلى إضاءة قوية للشمس يعني. شباب إذا قدر مخرجنا بس يجيب هذه صورة حديثة للكاميرا. لهذه الكاميرا البولورايد. هذه من الستينات. نعم، الكاميرا من الستينات. من الستينات. نعم. عمرها 60 سنة. نعم. عمرها 60 سنة. واليوم مصورها. نعم. من الكاميرا هذه ما شاء الله. لا زالت تعمل الحمد. نعم. لله. هذا طبعا اللي اخترعها الدكتور ألبرت إدوين هارت. هذا مخترع أمريكي وكان منافس للكوديك. نعم. يعني. جميل. طيب وهذه؟
هذه الكاميرا نفس الشيء كودك طبعا كل فترة. أنت ما أخذ سلسلة كودك بالكامل؟ لا عندي مجموعة كيستون ريفري في أنواع كثيرة يعني كثيرة. عرفت أنواع كثيرة بس الأميز المجموعة اللي عندي هذه نفس الشيء. هذه وش هذه اللي هناك؟ هذه الفلاشات. الفلاشات. الفلاشات أوكي. بهذه الطريقة أوكي. وبعدين التصوير حتى القديم هذه الكاميرات القديمة كان التصوير فيها بهذه الطريقة. هذا لازم أنت نجيبك اليوم وتجيب معك خليفة العبيدي. أيوة نعم صحيح ما شاء الله هو أستاذنا يعني فبهذه الطريقة الرؤية هذا وشو هذا؟ هذه العدسة عدسة الكاميرا. طيب شو أصور كيف بالطريقة؟ تصور بهالطريقة بهالوضعية يعني. ليش يعني بهالطريقة؟ هذه نظام التصوير القديم يعني شوف أنت ممكن تشوف ال لا خلت تحت أيوة تشوف ال ما طلع عندي شيء يحتاج انت يمكن عشان الاضاءه هناك بثامن ما في اضاءه اي كذا من بعيد تبين أيوة صح ايوه تبين هذا النظام التصوير أيوة. بس صورتكم واضحه يعني هذه من هنا العدسه من هنا المتابعه أيوة. من هنا التابع أيوة. الصوره تحتاج افلام هي شغاله هذا شغاله أيوة. تحتاج افلام فقط ممتاز. يعني انا عفوا اتكلم عن البولورايد هذه نفس الشيء بولورايد سنه 1948 بس خلينا نشوف هذا لانه يمكن الوقت يداهمنا 1948 هذه تقريبا نفس الشركه نفس الشركه ونفس النظام هذا الفولدينج يسمونه اللي هو هذه سنه كم 1948 هذه كانها شويه الاحدث هذه اقدم هذه سمعت نعم صحيح إيه؟ هذه 48 اول ما بدا صاحب الشركه البولورايد انتج هذه الشركه وكان له الفضل في ان الفيلم يطلع فوري طيب طيب الحين يعني هذا المعرض اللي فيه مقتنيات كثيره الان اللي قدمته نعم. شلون شفت اقبال الناس عليه والله بالعكس انا شفت تجاوب ما شاء الله وحتى شجعوني واهتموا بزيارتنا شفت انطباعهم ما شاء الله يعني المعرض شجعوني يعني المعرض الاول اللي قام في اللي انتهى اليوم جامعه حمد بن خليفه جامعه حمد بن خليفه بملتقى طلاب جامعه وهذه فرصه يعني أوجه الشكر لجامعة حمد بن خليفة وكل القائمين عليها على توفيرهم الدعم اللازم لي وتوفير كل الإمكانيات وتسهيل لإنجاح المعرض المقتنيات هذه مكلفة الآن لما تأخذها بعد هذه صور من المعرض ولكن يعني عفوا على السؤال هل هذه المقتنيات أصبحت غالية لأنها أثرية الآن ولا والله نعم الغالية عند الشخص اللي يقدر قيمتها اللي يقدر قيمتها يعني واحد ممكن يبيع لك إياه بس إنه عارف قيمتها وندي في بعض الناس يحب يتخلص منها يعتبر أنها يعني إن كانها خردة أو خردة قديمة فيبيعها لك بأي سعر فأنت تقتنص الفرص بهذه الحالة حلو طيب خليني أرجع للمعرض الأول تفضل يعني من وجهة نظرك أنت كأحد المقتنين مثل هذه الأشياء الثمينة والقديمة وكذلك أحد المشاركين شلون شايف المعرض ودعمه بالعكس انا للجميع انا مثل ما تفضلت على جميع نعم المقتنيات سواء كانت كاميرات او غيرها نعم بالنسبه للمعرض اللي اقيم من 3 ايام وانتهى اليوم كان معرض انا في رايي ناجح جدا مش لاني انا صاحب المعرض لان انطباع الزوار صحيح هم اللي اعطوني هذا الانطباع نعم. عرفت فكان ناجح بكل المقاييس وكلهم اشادوا فيه وهذه فرصه يعني انا يعني الهدف من إقامة هذه المعارض أو المقتنيات أني أعطي نبذة عن تاريخ المقتنيات هذه الصور القديمة هي في نفس الوقت عفوا يعني تعتبر ثقافة أكيد وتحث الناس أيضا على الحفاظ على مثل المقتنيات يعني هذه مقتنيات ثمينة أنت بس عرضت كاميرات في المعرض لا أنا عرضت كل المقتنيات كتب مراجع راديوهات تلفزيونات كاميرات لأن البداية يمكن تكونت عندي مجموعة كبيرة فوق اللي يمكن 100 كاميرا أو أكثر يعني ما شاء الله قديمة كلها مختلفة هذاك أتوقع رادو اللي في هذا الله يسلمك هذا كاميرا بس تصوير فيديو لا انت قلت لي هذا تلفزيون وراديو يمكن اصغر تلفزيون عندي هذا بس اعتبره وين الشاشه هي الشاشه موجوده الله يسلمك بس شغال ما شاء الله لا راديو وتلفزيون بس وين التلفزيون التلفزيون موجود هو مصر على التلفزيون طلعت الشاشه يعني في شاشه تشتغل أيوة. من هنا أيوة. هذه الشاشه يمكن هذا لو اشوف لك الشاشه الاصليه هذا الحجم شوفوا الشاشه هذه شغاله اذا مخرجنا ياخذها بس هذا سنه كم هذه نهاية السبعينات بداية الثمانينات بس في يعني انت تقدر تطالع قنوات نعم صح انا هذه الشاشه طالع في قنوات نعم بس اضبط الاشاره واضبط الاشاره وتطلع ان شاء الله يعني احنا الحقيقه نقول بيض الله وجهك نعم. الله والله يقويك ومعرض الاول بلا شك انه استمتعنا يعني والله اكيد جدا والله والاسم نعم. ايضا لما نقول لك الاول انت صحيح. ايضا يعني تقتبس من الاشياء الاثريه نعم. القديمه نقول بيض الله وجهك والله يقويك وكذلك الشكر نعم. الحقيقه لجامعه حمد بن خليفه على هذا الدعم المستمر وهذا الحقيقه اللي دائما نامله من الجميع السيد كمان ناجي محمد قول بيض الله وجهك ابو ناجي الله يعطيك العافيه مشكورين والله يقويك ولو واجبنا الله يسلمك
شكرا جزيلا. الله يسلمك. بالتوفيق. إذن أعزائي المشاهدين وبذلك نكون وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل ترحيب عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم، وكذلك متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وكذلك سناب شات. ونرحب دائما وأبدا باقتراحاتكم واستفساراتكم. في أمان الله. في أمان الله.